نوال سليمان. انت ابوها ابو العيله. كريم الشراوي. عطيات ابراهيم. سماح حسن. الحص يا وليه الحص يا ما تعرفش يا بنت ولا على راسك ريش. ايه ده يا وليه انت؟ انت مش لسه خارجه بقالك شهر؟ ارفعي وانت روحي بعرفاس يلا. سلام يا فندم. الاراد سبع راس. عد تاني يا شويش. طلع. 2 4 6 7. تمام يا فندم. اللي معاها فلوس او دهب تطلعها عشان تسلمها في الامانات. واللي مخبيه حاجه هتتصادر منها. مفهوم؟ اتفضلوا. كلميني يا فتاح يا عليم. يا ازاي يا كريم؟ ست
60 ألف مرة قلت لكم إن هدومكم التحتانية دي تتنشر في الحمام. معقولة الواحد يصحى على أسئلة وتحيات؟ دي ما بقتش عيشة دي. تردي كمان يا أخي، رد تربية بزورك. ده بدل ما تقومي تلمي هدومك دي اللي عاملة لي بيهم فرجة، إيه؟ عايزة تفضحيني في وسط الحتة؟ في الزيت، في الزيت. قومي قومي. خلاص خلاص يا ماما، معلش هدي نفسك بقى. معلش أنا هلمهم. تعالي اتفضلي. وسط الحتة؟ تقولش الزمالك. ماما يا حبيبتي، انتي خايفه علينا ولا مننا بس؟ حتى انتي كمان بتدافعي عنها. ماما انا جبت سيرتها خالص دلوقتي. يا ماما احنا مش في محكمه، حضرتك لازم تنسي شويه السجن والمحاكم والقضايا دي. انسى ازاي؟ اصلكم ما بتشوفوش اللي انا بشوفه بعينيا دول. معلش اهدي بقى عشان خاطري، احنا الصبح دلوقتي، خلينا نعرف نفطر ونتوكل على الله. طب روحي وخش فيها شلت الفضيحة اللي هي نشرها على الشباك ده ولا لسه؟ حاضر خلاص. صباح الخير. ورد. يلا. يا أم البنات ياللي شايلة الهم للممات. كذاب، يعني ايه ما عندكش محاضرات غير الساعة واحدة؟ ناولني البخاري احلف لك عليه. انت كل يوم ليه جري على مزاجك ده؟ انت طبعا هتقوم جري على البروفا. تكونش فاكر القوه اللي عاملها تعينك بدل سعد اردش؟ رفقا بي يا فتى، انك تقسو علي والرحمه حلوه. الاستهبال ده مش عليا، ده تخليه للصيه اشكالك اللي انت ماشي وراهم. لو سمحت انا ممكن اخليك تتجاوز معايا، لكن اصحابي دول بقى ناس فنانين جدا بقى بصراحه. اسمع، انا هفوت على كليتك اجيب الجدول بتاعك، ومش عاوز قلب الدماغ على الصبح. وقسما عظما يا خالد، لو ما مشيت على الجدول ده زي الساعه، انت عارف انا هعمل فيك ايه. لا ارجوك ما تحرمنيش بالميراث يا اسي، ارجوك. ايوه بابا بابا. صباح الخير يا خالتي. يسعد صباحك يا ابني. هو موال كل يوم ده ما بينتهيش يا خالتي. الواد السنه دي كسرنا. يا لهوي، يعني ايه يا ابني؟ يعني اللي بيسقط سنتين في سنة واحدة الكلية بتديله فرصة كمان سنة، لو سقط فيها يترفد زي ما ابن اختك هيترفد إن شاء الله. أنا عارفة إن الحمل تقيل عليه، بس معلش خده بالهداوة بقى يا ابني. ما يرضيك يا خالتي إنه يترفد من الجامعة ومستقبله يضيع، والناس تقول أبوه وأمه ماتوا وأخوه ما عرفش يربيه. إمتى ربنا يتوب علينا بقى؟ أهي كملت صحته مواصل. وما تنسى ان انا فتحتك يا اختي. انت لسه فاكره؟ صباح الخير يا بنات. صباح الخير. ازيك يا حاتم؟ ما بترديش ليه يا نادي؟ ماليش مزاج، مش طايقه روحي. حسني لو فتحت بقي هصرخ والم عليا الناس. معلش يا حاتم، اصل ماما اديتها اللي فيه النصيب على الصف. ماما والحاره والقناطر والناس اللي فيها وعشي كلها. والاتوبيس واصل. ده مش اتوبيس، ده وسيله تعذيب. خير؟ ما قالكيش ليه؟ لا ما قاليش. خمسة كويس؟ كويس قوي. في تأخير 3 دقايق. صعب قوي 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 يا دكتور ان احنا نظبط اتوبيساتنا بستوب ووتش. طبعا انت معذور، انت عمرك ما ركبتهم. مش عارف، انا قررت اجي اخدك كل يوم من القناطر. يا سلام، انت متخيل مثلا ان انا ساكنه في شاليه ووسطه جناين وحاجات كده؟ هستناكي على محطه الاوتوبيس. ما ينفعش. بص هقول لك حاجه يا دكتور، الرشاقه اللي انت شايفها دي تقوم على شقين مهمين، اولهم المسارعه طول النهار في المواصلات، تاني حاجه بقى على طول المشي السريع دائما الى اقرب محطات الاوتوبيس. يا ساتر على نشوفيه دماغك، ربنا يستر وعيالنا ما يطلعوش لامهم. يا اخويا ربنا يستر.
حثت الشرائع السماوية جميعها على زجر البغاء والبعد عنه. ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي المسيحية علق عيسى عليه السلام بقوله: من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها. وفي اليهودية عاقبت شريعة موسى عليه السلام على أنواع مختلفة من الزنا بالإعدام، أخصها المادة 178 التي تعاقب بالحبس الذي يصل إلى سنتين على صنع أو حيازة أو الاتجار فيما هو مناف للآداب العامة كالأفلام والمطبوعات والصور. أما عن التطور التشريعي لجرائم الآداب في مصر فقد ظل البغاء يمارس خفية وعلانية دون تجريم وبغير عقوبة. أنا شايف إن بعضكم مشغول عن المحاضرة بحاجات تانية، أرجوكم نخلينا مع بعض. حد فيكم يعرف متى ألغي البغاء في مصر؟ تفضلي. ألغي البغاء في مصر بالأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949. برافو، تفضلي. ثم تدخل المشرع ليؤثم كل صورة من صور البغاء بصدور القانون رقم 68 لسنة 51 بشأن مكافحة الدعارة، والذي حل محله القانون رقم 10 لسنة 61 فضلا عن مواضع أخرى في قانون العقوبات. قبل ما امشي عاوز استلم الأبحاث بتاعتكم. مين ما خلص البحث بتاعه؟ الثلاثة اللي جاية آخر ميعاد لتسليم الأبحاث، مش هستلم أي بحث بعد كده، مفهوم؟ تفضلوا. صباح الخير يا طنط. طنط عينك كلها نظر يا ابني. لو سمحت ممكن تنادي لي خالد، أصل مستعجل شوية. حاضر يا خالد. خالد. أيوة. اتفضل استريح جوه عمل ميت. شكرا يا طنط. طارق انا مش مصدق عرفت توصل ازاي. عايزك الكلمتين. طيب اعمل لنا حاجه ساعه خالته والنبي. حاضر. فاكر مدحت بيه اللي رحنا عنده المكتب؟ ماله عنده شغلانه جميله قوي. مكسبه ايه؟ لوز. اوعى تفوت العمليه دي من ايدك. ماشي. الكارت بتاعه اهو. باي باي. طب استنى بس اجي معاك. لا 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 لا، اصل عندي شغل قبل ما اروح المكتب. طيب باي باي. هي دي الصداقه والا فلا. الله، امال فين صاحبك اللي بيقول يا طنط؟ بيهزر معاكي. يكونش عينه منك يا واد. سيبك من الكلام ده. شغل ايه بقى اللي عايزك فيه بقى؟ ده انت لسه طالب في الكليه. يا طنط سكينه، معقوله تبقى انت وحاتم والايام عليا؟ معقوله؟ لو سمحت ممكن تعلمني على الابواب المطلوبه في البحث؟ اتفضلي. انا لسه عالم. فين البحث بتاعك يا لسه؟ ما انت عارف اني ما عملتوش وصممت تسال عليه عشان تحرجني قدام ليلى هاني، مع انك عارف ان ابوها هو اللي عمل لها البحث بتاعها. ده مش صحيح. انا متاكد ان ليلى عملت البحث بنفسها. طبعا، ما هو تحت اشرافك. نادي انا عرضت عليك كتير اذاكر لك وانت رفضتي. وليلى هانا موافقت طبعا، وهي هتلاقي فرصه احسن من كده عشان تشوفك كل يوم. انت عارفه كويس قوي يا ناديه ان ليلى بنت استاذي اللي مديونه بالكتير وبس. بمناسبه استاذك، موضوع ايه اللي كان عاوز يكلمك فيه؟ تلاقيه عاوز يكلمك عشان تخطب بنته. انا كنت فاهم ان الموضوع ده ما يضايقكيش. ويضايقني في ايه؟ ليلى فرصه بالنسبه لك. مبروك مقدما. بلاش هبل ويلا بينا. طبعا مستعجل على الميعاد. قلت لك بطلي الهبل. يلا. ايدي بتوجعني. متاسف. اتفضلي.
بس من نادي حرص وسيلوس حاتم. ما قالكيش يا اختي ناوي على امتى؟ اذا كان على حاتم الود ود النهارده قبل بكره، لكن بقى المحروسه بنتك لها راضيه بالحاره ولا باوضه المرحومه اختي؟ بس بيني وبينك بقى يا استسكينه، برضو مش اقل ما يجيب لها اوضه نوم على انتريه ومطبخ. خلاص يا حبيبتي ما تسربعوناش، سيب الجدع يجهز كل طلباتكم، ولا هو يا عين خالته هيقطع روحه؟ لا انا ما اقدرش اصبر على الهم ده كتير، ده انا عندي بدل المصيبه اتنين. وانت هتشغلي بالك ليه يا حبيبتي؟ هما البنات هيطيروا، دول يا دوبك هيخللوا، فوتك بعافيه. اوصلك؟ لا. طب اتمشى معاك لغايه الاتوبيس عشان يقول علينا اتنين حبيبه. الله، هو احنا مش اتنين حبيبه برضو؟ اوعدك اول ما نتخرج ونتجوز على طول اخدك ونتمشى في كل شوارع مصر. هو انا ساعتها هيبقى فيا حل المشي؟ باي علاء. باختصار عزيز صفوت سافر الامارات، يعني المكتب ناقص محامي. حاتم لو انضم للمكتب يبقى لازم كل المحامين اللي عندك ياخدوا استماره ست، لان حاتم بعشر محامين، هتعمل ايه بكل دول؟ اظن بقى مفيش دفاع احسن من كده. انا بشكر حضرتك على ثقتك فيا، وطبعا اي حد مكاني هيتمنى الفرصه اللي بتديها لي، لكن للاسف انا ما اقدرش استقيل من الجامعه، انا بحب التدريس و مفيش نسبه بين دخل التدريس ودخل المحاماه. يا فندم مش مساله دخل، انا قربت انتهي من الرساله وصعب اني اتراجع. وانا بصراحه ما اقدرش استغنى عن استاذي. احنا هنتخانق عليه ولا ايه؟ في الحقيقه يا فندم انا محرج جدا، شكلي كده زي ما يكون ناكر للجميل. حضرتك فاتح لي مكتبك ومخصص لي اوضه اذاكر فيها، كتبك وابحاثك حاططها تحت امري، واول ما حضرتك تطلب مني طلب مش قادر انفذه. طب ما انت تديني دروس مجانا. شوف بقى بابا كان زمانه دفع فلوس قد ايه. زمان وانا في سنك كنت بقول الكلام ده، لكن يوم ما استقلت واتجهت للمحاماه عرفت قد ايه المحاماه شطاره ومتعه حقيقيه. انا عمري ما سمعت ولا شفت اي اعلان عملته الشركه بتاعتي. ازمه خام، هو ليه انت عايزني يعني اتصور على ورق جرايد؟ وبعدين انت راجل فنان كبير، المفروض انك متابع السوق. اكيد، ده حتى الجمهور العادي عارف الازمه دي، واحنا ما سكتناش. اذن الاستيراد جاهز ومستنيين شويه عينات لغايه ما نستورد الكميه الكبيره. ده كلام مظبوط 100%. انت عارف ان طارق هو اللي منقيك عشان تسافر معاه وتجيبوا العينات دي. بيشكر فيك قوي قوي. سافر؟ سافر فين؟ ايه في ازمه من ناحيه السفر؟ الجيش. جيش جيش ايه؟ اخويا مش هيوافق. اخوك؟ انت راجل فنان كبير وليك مستقبل كبير، مش عيب برضه تقول اخويا؟ بس هو مش مصدق ان انا فنان كبير. يبقى خلاص لازم نثبت له انك فنان كبير، ولا انت خايف يسحب منك البيبرونه؟ مساء الخير يا خالتي. اهلا يا ابني، عايز حاجه قبل ما اطلع؟ لا متشكر قوي، اتفضلي انت. الهدوم اللي على الحمل ليش انت يا خالتي؟ ده لحقت تيجي علشان تخرج؟ على فين؟ رايح تحيي فرح ليلة ان شاء الله؟ هسافر. تسافر؟ وانا اخر من يعلم؟ يعني لما كنت سالتك ما كنتش هعرف. حاضر، هبقى ازعلها لك في النشره الجويه. سلام. استنى اتكلم بقى، ده بقول لي مسافر فين؟ ده في واحد جاله الصبح قال له على شغلانه في هماكس. شغل ايه يا خالتي؟ ده طالب في جامعه. انا رايح بورسعيد كده نجيب كام حاجه كده نتاجر فيهم ان شاء الله. والفلوس اللي هتتاجر بيها دي بقى جبتها منين؟ من غير فلوس، انا حامل الحقيبه وهيطلع لي قرشين. سلام. مش هتجيبها لبره يا خالد. يا فرحتي باللي بتعمليه. يا شيخ خضتيني، افتكرتك ماما. ولما انت مرعوبه قوي كده ما تسيبي المجله اللي في ايدك دي وتقري لك حاجه تنفعك. اخ لو ماما سابتني ادرس تمثيل كان زماني بقيت في نيرتهم في نقابه الممثلين. يا بنتي يا حبيبتي سيبك بقى من احلام اليقظه بتاعتك دي، وانت وخالد كده تجنوا من بعض. اصل انت حماره مثلا، ليه ما بتخليش الواد الاهبل بتاعك ده يوصلك بالعربيه مجنونه؟ على اهبل يا عقله؟ مش عايز يتجوزك يبقى اهبل. انا مش فاهمه هو متمسك بيكي ليه. لا معلش، اصل الحاجات دي اللي زيك انت ما يفهمهاش. طب استفيدي منه في حاجه، شغلي عندك سواق. يا سلام. طب وفرضي بقى يا اختي ان احنا ما اتجوزناش، ما يلومني بس غير يطلع عليا اني كنت رايحه جايه معاه في عربيته ولا ايه؟
يظهر ان انت اللي هابله مش هو. ايوه يا بنت تعمليهم عليا. تكونيش فاكره باكل من الكلام ده. اكتم يا بنت وردي. ايوه عليها ستي طلعت البيت ما فيهاش نفس ترد. خايفه على شبابها يا وليه؟ ايه خلاص نشنتي عليها بعد ما تطلع؟ هي اسمها ايه يا بنت؟ هجيب لك يا اختي عنوانها وتليفونها علشان اللي تطلع الاول تلحق. ايه مكسوفه ليه يا روح امي؟ ما بتطرحيش ليه؟ بس سيبوني في حالي بقى، انا عايزه اموت. سيبيني في حالي بقى، ما حدش له دعوه بيا. عملت ايه يا بنت؟ ايه اللي جابك هنا؟ بكره تتعود يا بلتي. البركه فيكي يا اختي، البركه فيكي منك ليها. انا مش عايزه اسمع اسم المدعوه دي، فاهمين ولا لا؟ وان شاء الله حتى تموت وتروح في 60 داية. اوعي كده يا بنت. هي الولاده دي مفتريه كده ليه؟ ربنا يفكر فيها وياخدها بقى. ازيك؟ ثانية واحدة. مساء الخير يا منى. مساء النور. اتفضل استريح. معلش يا حاتم، اصل ماما عندها بيت الاسبوع ده. اتفضل. نادية. حاتم بره، قومي فزي بقى. خليه يدخل. يدخل ازاي وانت قاعدة بالمنظر ده؟ ما تتعبي. ما تسيبك من الطب وتروحي تقدمي مع ماما في مصلحه السجون. ايه ظريفه جدا. يدمك. استني عندك. ايه؟ عايزه من ايه تاني؟ بس ده طربة. هاتي حاجه تشرب. ايه؟ عندنا شاي تموين. تشرب شاي تموين؟ انا مش هعطلك عن المذاكره، هقول لك خبر حلو وامشي على طول. ابي وري حاتم كنت بتذاكر في ايه؟ مش خبر. عادي. انا دخلت جمعيه. اول ما هقبضها هشتري عربيه صغيره كده علشان ارحمك من الاتوبيسات وعذابها. مش تشتري الشبكه الاول ولا انت صرفت نظر؟ اذا كنت صرفت نظر قولي، اديني خبر عشان اعمل حسابي. انا احترت معاكي، مش عارف ارضيك ازاي. كل ما اعمل حاجه علشان ابسطك تطلعي لي بحاجه تانية. حددي بالظبط انت عاوزه ايه الاول، الشبكه ولا الشقه ولا العربيه؟ ما حدش بياخد كل حاجه مره واحده. يا سلام، ما انت تحت ايدك واحد ممكن يجيب لك كل حاجه مره واحده. يعني انت فاهمه ان اللي زي ده أهله هيرضوا بيا؟ تاني مرة يا نادي لما تلاقي واحد بالمواصفات اللي أنت عاوزاها يبقى اديني خبر علشان أبارك لك. أنا مش عارفة أنت بتتلتي على إيه؟ أنت يظهر مش عارفة أنا مين. يا أمي سيبك من المناكير ده بقى وكلميني. طيب أنت ناوي تعزم كام بالظبط؟ هو مش مهم كام بالظبط، المهم واحدة بس عاوزك تتوصي بيها، زميلتي في الكلية. أتوصى بيها ليه يعني؟ أنت ناوي على إيه؟ ها؟ فهمني. هو لما حضرتك تشوفيها هتعرفي إن الواحد ما يقدرش ينوي معاها أي حاجة غير الجواز. يا سلام، ليه بقى؟ بنت مين بقى إن شاء الله؟ هي أمي، وأنا هتجوز أبوها ثم إنه مات من زمان قوي، يعني يتيمة ولازم تبقي حنينة معاها. أمال هي عايشة مع مين؟ مع امها طبعا، واختها زميلتنا في كليه الحقوق. هي مامتها بتشتغل في وزاره الداخليه في العلاقات العامه. ايوه بالظبط، في العلاقات العامه. انت النهارده مزاجك ما كانش ولا بكره. ايه ناديه برضه؟ طموحها اكبر من امكانياتي يا ريم، انا مش عارف اعملها ايه. تعذرها طبعا، ناديه ظروفها صعبه، من حقها انها تتمنى او تحلم بحياه تانيه. بس كانت عارفه اني ما اقدرش احقق لها احلامها. يبقى ما فيش قدامها غير انها تتخلى عن احلامها او عنك. وما اعرفش ناديه ممكن تختار ايه. اختيار ايه بس يا ليلى؟ لو بتحبني بصحيح تعيش على قد امكانياتي. ما تزعلش مني.
الجواز دلوقتي بقى وسيله عشان الواحد يحسن مستوى حياته. مش البنات بس اللي بيعملوا كده، لا ده حتى الولاد اللي لسه متخرجين وما يقدروش يبداوا لوحدهم برضو بيعملوا كده. انا بقى ما اقدرش اعمل كده، ما عنديش استعداد ان الست تصرف عليا. وليه ما تقولش انها تساعده؟ تاكسي. الطريق ضابط عليه. طب ما انا عارف. عارف عارف ازاي واحنا لسه واصلين؟ لان انا اللي بلغت عنه. ليه؟ هو معاه ايه؟ مش هو بقى اللي معاه البضاعه المطلوبه معاك انت يا راجل. تعال اقعد كده ريح، خد نفسك، انت حتى نسيت نقول لك الحمد لله على السلامه. يعني بلغت عنه عشان قعدت انا؟ اخيرا فهمت. ليه؟ وانا معايا ايه بالظبط؟ ايه ده؟ بودرة ملح رشيدي بنصدره حصى وبنستورده مطحون. بقول لك ايه ده واتكلم احسن لك. ايه عايزني اعترف عشان تبلغ عني اقوم اقول لهم مين اللي وصل البضاعة لغاية عندي؟ تاخد دول وتكمل ولا تبلغ عننا وتروح معانا؟ اخد دول وما كملش. غبي. لله يا محسنين لله. سعد بنت هبله وعبيطه وغلبانه وهتسقط السنه دي ان شاء الله. تحتك هتبقى الجلايه. ايه قله الادب اللي على الصبح دي بقى؟ ايه طلع بين شفتين يا عليم؟ ازيك؟ مش الصباح الاول يا ماما؟ يا ماما احنا كنا بنضحك مع بعض. ايه لازم الكلام ده بس؟ اخرسي منك ليها وقول خوري من قدامي شوفوا لكم اي مصيبه تغوروا فيها. اللي معرفش شرفه جبتوا لي المرض من بدري، هموت ناقص عمر بسببكم. ايوه جايه، ايوه جايه. خليك انت يا خالتي. مساء الخير يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن. يا ابني انت شايف النطه الكره على رجله؟ سير يا استاذ حاتم اللي ما يعرفش بيها لك. نعم احنا عايزين خالد، جايبين له اخبار حلوه قوي. حلوه؟ ها اترفض من الكليه خلاص واتفرغ لكم؟ يا استاذ حاتم احنا ما بنعملش حاجه غلط، التمثيل ده هوايه جميله وبتساعدنا. هوايه في وقت فراغكم، انما تسيبوا دروسكم وبيوتكم ومذاكرتكم وتقول لي هوايه؟ هدي نفسك يا ابني شويه، يمكن عايزينه في مصلحه. مصلحه ايه يا خالتي اللي هتيجي من ورا التمثيل؟ بكره تشوفي. معلش يا ولادي يعني ما تاخذوهوش، خايف على اخوه الصغير برضه. مسكين يا خالد، ده حتى لو ذاكر وحفظ كل الكتب شخطه واحده من الكابتن ده هتخلي كل اللي في دماغه يطير. اتفضلوا. دي نص عمرك فوق دولاب. يبقى صابر وفاق بقالك كام يوم وقاعد هنا. لا احنا افتكرنا انك مت خلاص يا اخي. اتفضل بقى تعالى معانا. يبقى لازم نقول له. لا 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 كلام مفاجاه. اما انك نازل بصحيح يا اخي ده بيسالنا في ايه؟ خليك فضولي. شوقي ربنا فتح عليه اخيرا وجات له نحته في عجمان. احنا بقى اخترناك عشان تكمل بيت اخراج المسرحيه. ها قلت ايه؟ خلصنا بقى يا اخي. مدام دي إرادة الجماهير أنا ما عنديش مانع. استعدوا استعدوا. أكشن أندر أكشن. صد باي. بيت يا منى قولي الحق، إيه رأيك؟ بحق؟ واضح أوي إنك سلفاه. يا سلام، مكتوب عليهم؟ لا مكتوب على وشك وحركاتك بالرقعة كمان. أعوذ بالله من غلاستك. تعال تعال. انت مش مزولة زي اللي هتزعل على ايه؟ ده عبط، ده ما يهمنيش في حاجه. يا سلام. طبعا ما انت جايه من قصر طلعت. عارف الله عدل. سيما non parli più quasi 5 anni allora ha dimenticato la parola. No, lo parla molto bene. L'ha studiato in Italia? Sì. Forse dovrà fare un po' di pratica con noi. Scusi. حاضر يا طلعت. اخص عليك يا مرة، اتأخرت كده ليه؟ معلش الاتوبيس كان زحمة قوي. كل سنة وانت طيب. الهدية دي راح فيها مصروف الشهر بتاعنا هم ولا ما جايتكم النهارده بالدنيا كلها؟ ما انا عارفة. عن اذنك انا عايز منى دقيقتين في الاتفون. بكرة تغني زي اسمهان.
انا اللي استاذ كل زمان جرب. اقدم لحضرتك الدكتوره منى. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. امال الاموره اللي كانت معاكي دي تبقى مين؟ دي ناديه اختي. اختك؟ ماما منى بنت عمليه جدا، الدكتوره بقى اهم حاجه عندها انها تنجح وبامتياز. هو علاء ما حكاش لحضرتك عني ولا ايه؟ حكيت طبعا وقلت لها على كل حاجه. انا عرفت من علاء قد ايه هو بيحبك، ودلوقتي بس انا عرفت السبب. شكرا يا فندم. الله، ايه منى؟ ايه الكلام بتاع العواجيز ده؟ يا دوب نمشي، اصل مشوارنا طويل. كل سنه حضرتك طيبه. الله، ازاي ده انتوا لسه جايين؟ طب خليني اوصلك النهارده بس. لا معلش علي، خليك انت مع اصحابك. تشرفنا يا فندم، مع السلامه. يا فندم رحبيني بقى من شوفي الدماغ دي. طب استني بس حتى لما نطفي الشمع. معلش هات لي شمع وهات فيها لك في الكليه. يلا بينا. ليه هنمشي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. ايه العناصر؟ يلا نقدم. خدي بالك من صحتك يا طلعت، وبيخلي حد غيرك ياخد بياد بدالك الشهر ده. والله يا ست الدكتوره دي بقت عيشه تقصر العمر. انت كمان واخداها جد قوي، زي ما تكوني مسؤوله عن كل حاجه هنا. المصيبه مش في دول يا ست الدكتوره، المصيبه في اللي بره. دي حاجه بعيد عنك تجيب قرحه في المخ مش في المعده. امي يا اختي، قومي ولا عايزاني الفحك على ايه؟ تعرفي لو اشوفك هودك ناحيه المطبخ تاني. قدامي قدامي بلاش ترجعيني هناك، موتيني اشغليني بس بلاش ترجعيني سكه تاني. حرام عليك يا ناس، انا عايزه اموت عايزه اموت. من عبد الله من عبد الله. هما مين دول يا بنت؟ لا هما ما لهمش ذنب، انا السبب انا السبب. مين اللي كان بيسرح كده انت؟ انطقي. ابو سجلي بلاش الكلمه دي، ارحميني بقى ربنا يخليكي. شيخة البيت تقوليش بتبلى عليها؟ هو في يا بنت واحدة تخش السجن عياها؟ ومن جري هو انت ايه؟ ما عندكيش اخوات؟ ما فيش في قلبك رحمة؟ ما عندكيش بنات؟ عزي انا كمبيز ابن كسرة، انا جبار الوجود، انا النار اصولي وبنو النار جدودي، ويل فرعون ومصر من جنودي وبنودي. طب ازاي ما ده كلام؟ في حد برضك يمثل مسرحيه اسمها قمبيز؟ دي حتى رقابه ترفضها. ايه قمبيز دي؟ بلاش جهل بقى، ده شعر احمد شوقي. طب اتفضل بقى اطلع بره. بره يا عم، انت هتعمل لي من الاول بروفا جلال الشرقاوي. اتفضل يا سيدي. وقفت اقول لك ورينا عرض كتافك. انا قررت ان انا اعمل لكم ليلى والمجنون للدكتور سمير سرحان. بكره بروف الترابيزه الساعه 5 مساء، ما تنسيش 5 مساء. اقول لك ايه يا خلوده؟ خلوده اظن دور المجنون ده محجوز. ماشي بس تغير اسمك. ايه عوني السلامون ده؟ ولا يهمك، اكتب على الافيش عمر الشريف. ثانيا بقى، توصلني بعربيتك من البيت للجامعه وبالعكس يوميا. يا نهار ابيض، اوصلك القناطر يا مجنون. انا مدي لك فرصه، في ناس بتدفع فلوس عشان الفرصه دي، انت حر. كانت هتجيني ضربة شمس وانا واقف مستنيكي. شش كده. طب مش هقولك ان ماما وافقت على جوازنا؟ وده وقته يا اخي، وتروح تبص اللي في ايدك بقى. ازاي وافقت بسهولة دي؟ علاء انت قلت لها فعلا؟ وده وقته، بص اللي في ايدك. شغال عند اهلك. بقول لك ايه، ما تيجي بقى ناخد ناديه جارتي تروح معانا. ناديه دي ايه؟ دي ما كانتش في الاتفاق. ايه ده، انا مش عايز معارضه يا استاذ، انا مدي لك دور المجنون. عارف يعني ايه المجنون؟ اكشن. بقول لك ايه، عايز ايه؟ لو طلعت حلوه اهلا وسهلا، طلعت يعني ملعون ابو الدور بقى على ابو المجنون. أيوة. انزل 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 انزل. طيب يا عون الى الملتقى. يا اهلا وسهلا. اهلا.
اتفضلي. ميرسي. يا اهلا. ايه ده؟ استنى استنى عندك. استنى. معقول الضحكه دي يا ناس؟ طب اسوق انا ازاي؟ بص يا اخويا قدامك وانت تعرف تسوق. بص قمر قمر، ايه رايك في وش نادي يا خلود؟ خطير مش كده؟ انا شفته قبل كده يا استاذ عوني، شفته. يا قلبك، وازاي الراجل ما جابهاش تمثل معانا؟ مش احسن من الحداد بكر اللي انت جايبها؟ نادي حقوق يا سعاوي. خلاص تنتدبها، مش انت المخرج؟ بس ناديه عمرها ما مثلت قبل كده. يعني انا اللي خريج معهد رمسيس؟ ده حتى حفلات الجامعه بيحضرها مخرجين كبار، وياما اكتشفوا نجوم وقدموهم للسينما. انتوا بتتكلموا جد يا جماعه؟ طبعا جد، وجد الجد يا نجمه الغد. بس انا ما اقدرش اتاخر، وانت عارف ظروفي كويس. اكشن اندر اكشن، ولا يهمك، انا ممكن اراعي مواعيدك زي النجوم الكبار، ولا يهمك. تبقى انت ليلى وانا المجنون. وانا المجنون. بس يا ستي بكده نبقى خلصنا الجنايه. لا مؤاخذه يا اولاد، ليلى انا مضطر انزل دلوقتي، رايح نقابة المحامين، خلي حاتم يوصلك كمان النهارده. مش معقول يا بابا ده كتير، انت بقى تجيب لي عربيه عشان ما نضايقش بعض وكل واحد ياخد راحته. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي جبانه ومش قادره تسوقي. لا خلاص من النهارده انا هسوق. خلاص يا ستي، انزلي نقي العربيه اللي تعجبك من عند رزق وخليه يبعت لي الفاتوره. على اذنكم. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. خلاص يا سيدي اتحلت. هي ايدي. بدل ما تعمل جمعية وتقطع من مرتبك، العربية هتيجي وهتبقى تحت أمرك. أنا ما طلبتش منك حاجة زي كده. نكمل أحسن. سوا سوا. لا سلام. اسمحي لي أتنازل وأعزمك بكرة على مولد نجمة. ناتي اللورين. مجنونة. مجنونه وهتجننيني معاكي باذن الله. كنت ما بقاش ناديه بنت طلعه، ان ما خليت صوفيا لورين تعتذري. ابعد لي هنا وكلميني. جايه منين وهجبتي ايه بالظبط؟ بكره اول بروفا مع فريق تجاره في العرض، هشوفني يوسف شاهين يقدمني لعمر الشريف ياخدني معاه في اول فيلم امريكاني. بس خلاص. الله الله يا بنت طلعت، برافو عليكي، هو ده اللي كان ناقصنا فعلا. تعالي اتفرجي على اول بروفا وانت تعرفي ان دي مش احلام، انا بكلمك عن حقايق. يا بنتي انت مش ناقصه تضيع وقت، والحقيقه بقى انك هتسقطي تاني السنه دي وترجعي تشتكيلي من ماما واسوه ماما. امي كانت خياطه، هي اللي علمتني. ولما في ايدك صنعه زي دي ايه اللي عواك سيرك؟ ابويا مات واخواتي طلباتهم كترت، وكان فراش في مدرسه ابتدائي. طب ما شغلك انت وامك كان يكفيكوا. يكفي ايه ولا ايه؟ ده احنا الاربعه كنا في مدارس وفي جامعات. وكمان رحتي مدارس؟ اتريكي بقى وجالي لساني. ولما انت ليكي اهل ورحتي مدارس، ايه اللي خيبك الخيبه دي؟ زمايلي في المدرسه كانوا السبب، كانوا بياكلوا احسن اكل، بيلبسوا احسن لبس، واللي عندها عربيه، واللي عزلت اهلها. هم اللي جابوا رجلك؟ عرفوني على صاحبه بوتيك علشان اشتغل عندها بعد المدرسه. لبستني من المحل، كانت بتقبضني مرتبي يجي 3-4 مرات في الشهر. طب امك واخواتك ما سالوكيش كل ده منين؟ في حد بيسال النهارده منين؟ كانوا ساكتين ومبسوطين لغايه ما جه اليوم كان لازم ادفع فيه الحساب أو التمن. وأمك عرفت؟ وطنشت، طلباتها زادت، تعبت بقى وعايزة تستريح. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. خلاص استريحتي بقى لما عرفتي؟ مش قلنا لك يا ست طلعت بكرة تتعود ولسانها يجري؟ بس يا بيت اتوالي. أنت الحب، لا معنى للحب لدي بدونك. يبدو لي أن المرأة لا تعرف معنى الحب بدون المحبوب. كل ما أعرفه أني حين أراك، كل ما أعرفه أني حين أراك. سوري يا جماعة نسيت. بالعكس بالعكس، ده أنت بسم الله ما شاء الله حفظت كل الأدوار اللي قدامك، بس أنت لسه خايفة مش فاهم ليه. ها
واحنا كلنا جنبك، انا متاكد انك هتمسحينا كلنا في العرض. انتوا بتتكلموا جد يا جماعه؟ تبقي تفتكريني بس وانت بتاخدي الاوسكار، ها؟ يلا يلا بينا نكمل. اكشن اكشن اند اكشن. انا بموت في الحته اللي جايه وهي طالعه من بقك. ما اعرفه اني حين اراك تلتف حواليك عيوني كالخيط على المغزل، اني اتخيلك كثيرا في وحدة الرضا، احيانا اتخيلك كما انت. بيشتغل معانا قبل كده بس في فرع تاني بالشركه. انا عايز اعرف بالظبط شركتك دي بتشتغل في ايه ولا ايه؟ مفيش تناقض في نشاطنا، بنعمل افلام بنستورد لها افلام علشان نصور افلام. والملح الرشيدي ده نشاط جانبي علشان ندعم باقي الفروع، مش برضو باقي الفروع لازم تدعم؟ اقعد اقعد. حيث ان المره اللي فاتت انت خفت تكمل معانا بالعمله الصعبه، ايه رايك المره دي تشتغل معانا بالعمله المحليه؟ في ايه بالظبط؟ تقنع جارتك تمثل معانا، نديها 10,000 جنيه وخمسه عشانك. افلام ايه بقى اللي هتدوا فيها واحده عمرها ما مثلت الفلوس دي؟ انت هتستهبل فيها؟ معلش يا استاذ، اصل ما عنديش فيديو. ناديه جارتي وبنت حتتي وما اقدرش اعمل فيها كده. الفين وخمسمية دلوقتي وزيهم بعد التصوير، واللي انت راجل فنان الفلوس ما تفرقش معاك. يا راجل حد يرفض النعمة؟ خليهم في جيبك وفكر على مهلك، يا ترجع بالبطلة يا ترجع بالفلوس، وطبعا ما انتش هتزوغ بيهم لانك اكيد عارف ان زعلي وحش. وما دام تعرفوا بعض يبقى لك ملف عند جو، صوت وصورة وفيديو. اكيد. ايه حكاية البروفات والتمثيل اللي تطلع لي فيها اليومين دول؟ انا خلاص قربت اوصل، بكرة فكرك يا حاج. تمثيل ايه يا مجنونة؟ هو انت ناقصة؟ وطي صوتك احسن والله العظيم، لو ماما سمعت ما هتشوف وشي تاني. والنبي يا حاج ده انت حماتك بتموت فيه. الله، ايه ده يا ماما؟ لحمة ولا انا متهيأس بس؟ شد حيلك بس انت وبكرة بتبقى في نادية. انا عارف ان انا ما بتعرفش تطبخ وراضي، انما هي بقى انت مش قلتي مفيش جواز الا بعد التخرج؟ هو انت باينك هتتخرجي في عشتك؟ على اذنكم. كل شويه تطفشي ده، انا ما صدقت ان لقيت راجل يرضى بمصيبه زيك. تجيبيني غيره منين؟ مدفوق يا بنت انت. بكره اجيبك بره العريس 100. اشمعنى يا اختي بكره؟ ما تورينا العيانة النهارده. تقدر تقول لي مين دخل ناديه فريق تمثيل؟ انت طبعا. هو انت تسال وجاوب روحك؟ انت ولا مش انت؟ والله انا عرضت عليها وهي وافقت، هي مش صغيره ومحدش بقى ضربها على ايدها. وسيبني في حالي بقى يا اخي. انت كل ما كلمت تقول لي سيبني في حالي؟ طيب يا خالد انا هسيبك في حالك. انفلحت؟ انت ليه ما قلتليش قبل كده انك بتحبي التمثيل؟ اظن دي حاجه خاصه بيا انا. خاصه بيكي؟ وانا؟ انت ازاي تعملي حاجه زي كده من غير ما تقولي لي؟ انا ما عملتش حاجه غلط نادي، انا مش راجعي ولا حنبلي، انما حكايه التمثيل دي مش مناسبه ليكي خالص. ليه بقى ان شاء الله؟ شايفني عارجه عوجه بتلات رجلين؟ انت فاهمه ان التمثيل جماله بس دي مساله مش انت اللي تحكم فيها. دراسه الحقوق صعبه وانت طالعه السنه اللي فاتت بمادتين، يعني علشان تنجحي السنه دي ما تضيعيش ولا دقيقه من وقتك. والله بقى انا ذاكر وقت ما يعجبني وهنجح في السنه اللي تعجبني. اختك الصغيره سبقتك في الدراسه وبتنجح بامتياز وبتاخد منحه وبتساعد ماما في مصروف البيت. طب اعملي حساب لي ده كله. يوه، قلت لك انا حره. طب انا همنعك من الاشتراك في فريق التمثيل او غيره؟ وانا بقى لا مستنيه اذن منك ولا من غيرك. غرت ليلى من المها والمها منك لم تغر.
طب كفايه كده النهارده، يلا ناديه. يا ترى الاكل ده بكام؟ اوعى تكون ناوي يحجزونا هنا نشطب المواعين. انا دايما بتغدى هنا، انت طبعا عارفه دخلي من السينما قد ايه. سيما، امال فين الافلام اللي عملتها؟ في العلب، ازمه دور عرض. بس انا يعني عمري ما سمعت عن افلامك دي. ما انت عارفه حاتم ورزلته، انا بستني بس كده اول فيلم ليا ما يفرقع وبعد كده اقول له باي باي. لا انت يطلع منك كل ده؟ انا طبعا ما هنش عليا اسيب موهبه زيك في اول طريق القمه، وقررت ان انا اتنازل واعرفك على المنتج اللي انتج لي كل افلامي. انا اشتغل في السينما وهجيب لك كمان اجر احسن كتير من انا ابتديت بيه، 10,000 جنيه. خالد، اذا اغمى عليا رش على وشي شويه ميه، واذا ما فقتش دشلي فحل بصل. ايه الكلام البلدي ده؟ اوعي تتكلمي بالطريقه دي قدام المنتج. حاضر. ده بيه رسم. مالك يا خالد؟ لا بس الاسانسير مكتوم شويه. مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا بالقمر في السماء. الله، انت هنا كمان؟ ايه اللي دي؟ ده انا البطل هنا. يا احلى بطله في الدنيا. الاستاذ موجود؟ مستنيكم الصبح. يلا ناديه. بسم الله ما شاء الله. ايوه يا استاذ. تبارك الخالق فيما خلق. هديه الجمهور كله هيشكرك عليها. خلصت بقى. اتفضلي يا برنسيس. 3000 جنيه عربون المحبه والاخلاص. ده عشاني انا مش مصدقه روحي. اتفضلي. ماشي يلا يا ناديه. أظن الفيديو بتاعتنا تشرف وتنازل العقد ده بأحلى نغمة في الدنيا. اسمي وكمان وقت. مبروك. يا خبر، أنا مضيت من غير ما أقرأ السيناريو. خالد هيبقى يقول لك على ميعاد المخرج علشان برضه يشوفك يعمل تيست. تيست؟ ليه؟ يعني انا هعمل ايه؟ مش فاهمة. يهمنا اننا نركز على اجمل زوايا وشك للكاميرا، حتى لو صورناكي من ظهرك برضو جمالك هيملى الشاشة. بعد اذنك يا استاذ، هبقى ارجع لك عشان اخد معاد التست. يلا يا نادي. يلا. اوروفار يا استاذ. ايه مشيت خلاص؟ امال ليه لسه شايفها قدامي؟ اوعى تقل عقلك وتنسى ان انا البطل وتقول لي بفلوسي. ايوه يا سيدي ماشيه معاك. اجر لنا تاكسي ولا اقول لك اجر لنا اتوبيس. لا لا ولا اقول لك اشتري من هيئه النقل العام، ودي تبقى اخر مره رحنا فيها القناطر بالاتوبيس. يلا ورايا. اختك ما جاتش لحد دلوقتي. عندها سكشن النهارده يا ماما. ما هو شوف بقى بقول لك، انا لوحدي ما اقدرش عليكي انتوا الجوز، لازم راجل معايا يسندني. اهي شوف يا سلام. يا جدعان يا مسافر، لو كنت يا ديشي دقيقتين بس كنت يا بنتي حاجه. ما انا عارف، كنت لسه هخاف بس سمعت صوته. اداريت لحد ما خرج ومشي. يا سلام. كاتب الكتاب يوم الخميس الجاي. مبروك. كاتب كتاب مين؟ انا يا روحو. لا انت يا حاتم ده خالص، انا قلت لك هجيب لك عرسان كتير. فاكره؟ وانا انسى خيبتك ابدا بذمتك. دي خيبه؟ ايه ده؟ جبتيهم منين يا بنت؟ انا مش هجيب لك عرسان وبس، انا الاول هعزلك من القناطر وهجيب لك شقه تجلي واقعدك من الشغل. انت كفايه عليك لحد كده، لازم تستريحي بقى. كانوا بياكلوا احسن اكل، كانوا بيلبسوا احسن لبس، واللي جابت عربيه واللي عزلت اهلها. وهتعملي ده كله منين؟ هشتغل في السينما لغايه ما جه اليوم
اللي كان لازم ادفع فيه الحساب او تم. يا فجرة يا عدو الرباية، علشان ما فيش راجل رباكي. في اعتبارك يا فجر انك مش هتحطيني بره البيت ده ابدا يا بنت الكلب. معلش يا ماما، فضحتوني عريتوني فضحتوني فضحتوني. اتفضلي اعملي حسابك من هنا على بيت جوزك يا اما على التربه دغري. نادية كانت معاك؟ ايوه كانت معايا. سامع ما بزعق ازاي؟ كل ده من تحت راسك. اسمع يا خالد، زي ما دخلت نادي التمثيل تخرجها منه، والا قسما عظما هقدم شكوى للعميد بتاعك وانت مش ناقص. من بكره نادي تسيب التمثيل، مفهوم؟ اللي انت عملتيه ده، انت اتجننتي؟ اتجننت عشان عايزه اريحها وارفعها على وش الدنيا؟ قريتي العقد يا فالحه يا استاذه يا بتاعت القانون؟ في حال التخلف الطرف الثاني اللي هو حضرتك طبعا عن مواعيد التصوير المحدده او عدم التزامه ببنود هذا العقد يلتزم بدفع غرامه قدرها 20,000 جنيه. يا ناديه ماما تقتلك ولا انك تصوري. يبقى المفروض انك تقريلها الكلام ده مش غيابي. هتجيب منها 20,000 جنيه لو ما صورتش. انت اللي حطيتي نفسك في الموقف ده، كان لازم تساليها قبل ما تمضي. جرى يا ناديه، هي ماما برضه بتاعت الامر الواقع. يبقى هصور يعني هصور. يا بنت منى خلصتي؟ يلا قدامي قدامي. انا هسيب لك المفتاح عندي، اخدتك سكينه واول ما ترجعي تسك الباب من جوه ونحسك عينك تتحرك من مكان. يا ماما الاسلوب ده كده مش هينفع. اقعدي معاها اتفاهموا اتكلموا اقنعيها بالعقل. وانا لسه ههاتي معاها، ده انتوا جبتولي القرحه. يا ماما لما تحبسيها زي المساجين اللي عندك كده هيبقى خطر. انت يا بنت هتتجري قدامي ولا قعدت جنبها؟ قدامي. صباح الخير يا حاج. فين نادية يا منى؟ ماما حرمت عليها الخروج وقفلت عليها من القفل عشان اتاخرت في البروفة امبارح. بروفت ايه يا حاتم؟ نادية راجعة لنا امبارح بعقد، هتشتغل في السينما وهتدفع 20,000 جنيه غرامة لو ما صورتش. انت اتكلم، قريت العقد اللي مضيتها عليه يا عمار؟ انت مالك انت؟ تشغلها في السينما ليه؟ هي اللي مضت. هخرجها ازاي من الورطه دي يا كلب؟ ورطه ايه بس؟ العقد. هتدفع 20,000 جنيه دي اذا ما صورتش. 20,000 جنيه؟ حتى اذا امها وافقت انها تصور. انا بقى مش حوافق، مش حوافق، مش حوافق. ناديه افتح يا ناديه الشراع، لازم اكلمك ضروري. ناديه افندم. ما تخافيش يا ناديه، انا عرفت ان خالد الكلب كان معاكي. خالد ملوش دعوه، انا اللي مضيت. ولا يهمك، انا هرغمه ويلغي العقد. ومين قالك تعمل حاجه زي دي؟ ارجوك يا حاج، دي مشكله تخصني انا وانا هحلها لوحدي عن اذنك. يا بنت انت وهي بلاش مرقعه، روتي على ايدك كويس وان عليها نقش حنه. خلصونا بقى.
اخوان اديكم بتغسلوا وسخيتكم ولو ان ما ينفعش فيها غسيل. انت يا بنت بتبصيلي كده ليه؟ طبعا ما انت عينيكي فتحت من بدري. عقيب طلعت حصليني عند سيادة المأمور. الصغيره ده بابا العقد شريعه المتعاقدين. ليه ما خليتهاش تقراها؟ يا سلام سبحان الله، وانا كنت مغمي عينيها. العقد كان بايديها. انت عارف كويس قوي انك انت غميت عينيها بال 3000 جنيه اللي انت وريتهم لها. لا 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 لا، بس يا شاطر وطي صوتك، انت في مكتب محترم. ثم انت عايز ايه بالظبط؟ تلغي عقد ناديه وتسيبها تروح لحالها. سلام، ما بقتش عايز باقي فلوسك ولا ايه؟ متشكر قوي، كتر خيرك. غبي طول عمرك، غبي عمرك ما هتوصل ابدا. انت عارف ايه؟ لان دايما تيجي في وسط السكه تروح واقف. فلوسك اهي، واذا ما لغيتش العقد هحكي لها عن فيلم وقصته. الله الله الله، انت ظهر نسيت السفريه اللي فاتت والصور اللي عملناها لك وشرايط الفيديو، ونسيت كمان انك ليك اخ نفسه يبقى دكتور في الجامعه، ولو بلغوا اللي انت عملته هتضيع ويتفقد وتضيع انت كمان. لو سمحت يا خالتي، انا عايز ناديه في كلمه. خير، عايزها في ايه؟ اصل حاتم بعت لها كتاب تذاكر فيه. اتفضل. ده حتى المساجين بيجي لهم زيارات يا خالتي. هي ناديه فين؟ هي مرزوعه في اوضتها. اتفضل على ما اعمل لك الشاي. ناديه مالكيش دعوه بمكتب الانتاج ده خالص، ما تروحيش مكان التصوير ده عشان خاطري، عشان خاطر حاتم وماما ومنى، عشان خاطرنا كلنا يا نادي. انت يظهر زي ما قريتش العقد كويس. يلعن ابو العقد، سيبك منه خالص، مش انا اللي وديتك، انا بقى اللي هتصرف، بس ابوس ايديكي ما تروحيش هناك خالص، انا مش عايز اكون السبب في مشاكل ملهاش لازمه. لا اطمن، مش هتقدر تخرج من هنا. الشاي. وبيقول لك بقى باب القانون الجنائي ده تاخدي بالك منه قوي. ها؟ عن اذنكم. عظيم يا حاتم، لو كملت بالمستوى ده رسالتك هتبقى مرجع قانوني في منتهى الأهمية. الفضل لله ليك يا فندم، لولا وقوفك جنبي وتشجيعك ليا ما كنتش قدرت أكتب كلمة واحدة. يظهر إن كنت غلطان لما طلبت منك تسيب التدريس. شد حيلك بقى علشان نفرح بيك. تفرح بمين يا بابا؟ برسالة حاتم يوم ما يبقى دكتور رسمي. ساعتها ما حدش هيعرف يكلمه. أرجوك يا ليلى ما تقوليش كده حتى ولو بهزار. خلاص سحبتها. Thank you.
اظني بقى النهارده اجازه ما انتش خارج وانا هقفل الباب من بره. ازاي بس يا ماما؟ افرضي حبيت انزل لاي سبب، افرضي حضرتك حتى اضطريتي تباجي في الشغل، يبقى لا لقمه ولا مفتاح. اقفل الباب من جوه واصحي لاختك، والباب ده ما ينفتحش الا لما المأذون يجي. فهماني؟ مع السلامة. سمعتي قالت ايه بقى ولا ايه؟ عاوزة تفك سجني بجوازة تحبسني فيها. نادي يا حبيبتي عشان خاطري بقى بطلي عنده طوعيها شوية. انت عارفة وفاهمة كويس قوي ان جوازك من حاتم نعمة من عند ربنا. يا منى انا لو اتجوزت حاتم معناها اني مش هصور الفيلم، يعني برضه هتحبس. فكري على مهلك واختاري الحبسه اللي تريحك. هعملك شاي معايا يا منى. ايه الحنان اللي نزلت عليك فجأة دي؟ يرضيك نتحرم من الشمس والقمر سوا. فات كام يوم دلوقتي؟ انا اسف يا استاذ، اصلي كنت تعبانه قوي. يعني الولد خالد ما قاليش حاجه؟ حصل خير. المهم ان انا جيت اهو وانا جاهزه للتيست. خلاص تيست؟ ايوه التيست. ايوه معلش انت فاجئتيني بمساله التيست دي. تشربي حاجة سخنة لحد ما احضر لك المخرج والمصورين. بس أرجوك يا أستاذ يبقى بسرعة على قد ما تقدر عشان أنا ما أقدرش أتأخر كتير. أنا عايزك تأمري. تجهز يا حبيبي منك لو ادينا بظبط النور اهو يا سيدي. انا عايزها ضلمه، خلصونا بقى. كنت فين انت راخر؟ انا جيت اهو على ملا وش جاهز على اخري. نور تقرعت من شويه. نور نجفه. جاهزين؟ كله تمام يا استاذ جو. عايزك تركز على الزوايا اللي مش هتبين لك الكاميرا في الاوضه اللي جوه، اوعى تخرج من كادرك. صحيح البطله حلوه يا جو؟ نجمه الموسم ستار. هتحلوي يا اولاد. حلال عليك. بس انا كنت سبتك لوحدك شويه غصب عني والله. معلش بس انا اتاخرت قوي. يلا الكل منتظرك، اتفضلي.
الدنيا ضلمه قوي. انت عايزه ايه؟ اضاءه ونوري كمان؟ ده الفيلم اتحرق.
ناديه يا حاتم ما رجعتش من الصبح. ازاي؟ قولي اعمل ايه دلوقتي؟ وانت وامتك كنتوا فين؟ ارجوك يا حاتم غيابها ده مش طبيعي. طب يا منى اطمني، روحي انت وانا هخرج ادور عليها وان شاء الله مش هرجع الا بيها. طب نايم؟ قوم قوم نادية ما رجعتش لغاية دلوقتي. نادية ما رجعتش لغاية دلوقتي. قوم معايا قوم البس هدومك بسرعة وريني بيت الموت الزفت بتاعك ده بسرعة. عنوان بيت الاستاذ جو المنتج اللي مكتبه هنا. اعوذ بالله من غضب الله. هو حصل ايه يا حاج؟ بنت الشارة طلعت من هنا وهم طبع المكتب من هنا. اللهم استر على وليانا. نادية اتقبض عليها وهي بتصور افلام خارجة. حجزوها 4 ايام على ذمة القضية. ما قدرتش اشوفها. ليه يا حاتم؟ طب خدني اروح لها ارجوك. نادية مظلومة. اكيد اتضحك عليها. اختك نزلوها من العمارة بالبوليس. انت كذاب. انت كذاب يا حاتم. اطلع بره. مش عايزين حاجة معايا، اطلع بره معايا يا اخي. انا هكلم الاستاذ حسين يترافع عنها ونحاول اطلعها كفيلة. انت خالد عبد الرحيم؟ لا انا اخوه. معايا عمر من نيابه بالقبض عليه. طيب اول ما يجي انا هجيبه لكم. انا حاتم عبد الرحيم معيد في كليه الحقوق. ماشي يا فندم، السلام عليكم. والله ما ليهم حق يخدوكم بالتليفون. هي نادية ما جاتش معاكي ليه؟ ايه؟ هي لسه زعلانة مني؟ معلش بكرة تعقل. قفلت عليها الباب قبل ما تيجي؟ خلي بالك من اختك. معلش بكره حاتم يتجوزها ونخلص من مسؤوليتها. بتعملي لها حاجه تاكلها؟ حاتم دي خايبه ما بتعرفش تعمل لنفسها لقمه.
قريت الموضوع في جرائد الصبح بس اكيد يا بابا هتقف جنب نادية. انا متأكدة انها بريئة. عن اذنكم عندي جلسة. تشرب ايه يا حاتم؟ انت بتحب القهوة، اعملك فنجان قهوة. ليلى عن اذنك. انت ازاي توعدي بحاجه زي كده؟ انا ما بترفعش في قضايا اداب. انت بتنقي يا بابا، المظلوم مظلوم مهما كانت القضيه. ده منطق غريب بسمعه من حضرتك لاول مره. انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي وتشتغلي هتعرفي معنى اللي بقوله كويس. انا متاكده زي ما حاتم متاكد ان ناديه بريئه، اكيد في حد غرر بيها. حاتم لا يمكن يدافع عن واحده سلوكها مش كويس. انا عارف هتبقي محاميه ازاي. هو ده الدليل اللي هتقدميه للقاضي؟ ايه ده؟ استقاله مره واحده؟ ده قرار اتخذته من مده لاني قررت اشتغل بالمحاماه. طب والرساله؟ حضرتك عارف دخل التدريس النهارده. انت اللي تقول الكلام ده؟ طب قول كلام تاني علشان خاطر اتصدقك. يا فندم ده قراري الاخير ومش هتنازل عنه. على اسمك. فورمينج جوينت كود اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. ذا تايب اوف ذا جوينت ات از ساينوفيال جوينت. ذا فرايتي ات از كوندايلر فرايتي اللي هي يوني اكزيال موديفايد هينج جوينت. Allowing one main movement around the transverse axis and other additional movements which are not considered as main movement of the joint. The articular surfaces, the occipital condyles on the lateral part of the occipital bone. صباح النور. اسم النبي حرسك وصينك، بقيتي زي الفل. وحشتينا. ليه هو المأمور استعوقني؟ لا بس اصل جمالات امها تعيش انتي، ولو واحد خدت عرضه يومين. لا يا فندم،
انا راس ابو راس. عدي تاني يا شاويش طلعت. ما تستريحي شويه يا ستي طلعت. اللي معاها فلوس او ذهب تطلعها عشان تسلمها في الامانات، واللي مخبيه حاجه هتتصادر منها، مفهوم؟ اتفضلي اتفضلي. ليلى اهلا كده معاك. اتفضلي. جيتي ازاي؟ مش مهم، خد دول يا حاتم. انا سحبت الفلوس دي من البنك عشان تدفع كفاله ناديه. خلاص يا ليلى، القاضي ده استمرار حبس 15 يوم لغايه الجلسه. وهتعمل ايه يا حاتم؟ لازم الاقي خالد في خلال ال 15 يوم دول. ما كانش لازم ابدا تستقيل. خد دول يا حاتم، وكلها احسن محامي مدام بابا. انت عارفه يا ليلى، اي محامي هيدافع عن نادي على قد الفلوس اللي هياخدها، انما انا. ايوه يا حاتم، بس انت عارف ان لازم يمر 3 شهور على استقالتك عشان تقدر تمارس المحاماه. عارف، عشان كده جبت واحد زميلي كان معايا في الجامعه يقف بدالي في ابتدائي. القضية مش هتخلص بين يوم وليلة. قد كده بتحبها؟ ده واجب وما اقدرش اهرب منه. Thank you.
انا كان قلبي حاسس انه بيعمل حاجه غلط الكلب ده. لا يا حاتم مش ممكن خالد يعمل كده ابدا. اهو عملها يا خالتي وخد بنات الناس في رجليه وهرب. بس لازم الاقيه ولازم اجيبه. هيروح مني فين يعني؟ الله يرحمك يا نفيسة وبشبش الطوبة اللي تحت راسك. لو كانت عايشة كانت راحت فيها. يا بصبي يا بضحتنا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مني ومنك ولا يمكن هسمح لحد انه يمسها بكلمه. انت فاهم؟ ارجوك يا منى فهميني، انا فرد في المجتمع. لا خساره خساره اني زميل عزيز واقف معانا بكل قلب. اتفضلي يا نادي عودي. لو ما كانش حاتم متاكد من براءتك ما كانش قدم استقاله. ان شاء الله يا نادي الاستئناف هيتحدد النهارده وبعد كام يوم هتلاقي نفسك في الجامعه. ها احكي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. استاذ بالك زياده عن اسبوعين ما دفعش راجل، عايزين معلوم. حاضر حاضر النهارده هيكونوا عندك. حاضر شكرا. قصدك ايه؟ انت عايز تضحي بيا عشان ناديه اللي رفضتك؟ ده انا اخوك يا حاتم. اخويا؟ عاوز نغير ضميري وذمتي علشان اخويا الجبان الندل الحقير اللي وسخ اسم ابويا في تربته. قلت لك من الاول سيبني ادرس التمثيل، قلت لي لا انا اخويا يبقى ممثل، ودخلت لي كليه التجاره عشان ابقى قد المقام، واهو اديني بقيت قد المقام اهو. تروح معايا للبوليس وتعترف بكل حاجة.
يلا هزي قومي معايا. ما تشتغل يا اختي ولا على ايديك نقش الحنه. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، لقد أذنبت موكلتي في حق نفسها مثل كثير من شباب هذه الأيام، ويسمح لي سيادة الرئيس بتقديم شاهد إثبات لأقوالي، وهو المتهم الثالث خالد عبد الرحيم. بعد الاطلاع على شريط الفيلم السينمائي والصور الفوتوغرافية والفيديو وتقرير الطب الشرعي الذي أثبت عذرية المتهمة نادية عزمي، وبعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قررنا حبس المتهم يوسف سلامة وشهرته جو 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والمتهم الثاني عوني السلاموني 2 سنين مع الحكم والنفاذ، والمتهم خالد عبد الرحيم 1 سنة مع الشغل والنفاذ، وبراءة المتهمة نادية عزمي من التهمة المنسوبة إليها. كتر خيرك يا سيدي.
انا ما عملتش غير الواجب يا حبيبتي. ارجوك يا حاتم تكمل انت الاجراءات وبعدين تروح تستلمها من القسم. حاضر يا حبيبتي. ربنا يخليك. اتفضل يا بابا. منى عارف انك مالكيش زمن بس الموقف كان اصعب من قلنا واجب. يا علاء انت ما قدرتش واجب والدتك تقول لها ان امي سجنها في القناطر. انت مستني حاجه اكتر عشان تتهرب بيها منى. ارجوك تقدري الموقف اللي كنت فيه. صدقني من اول يوم اتقابلنا فيه وانا عارفه كويس قوي انك مش هتتجوزني. كنت شاكه في درجه قوتك. عرفت انت قد ايه ضعيف. انا بحبك ودي حاجه انت متاكده منها كويس. مستعد اصلح موقفي. لا انت خلاص ما تلزمنيش. يا علاء انا محتاجه رجل قوي يقدر يسندني قدام مجتمع ظالم. مفيش حاجه غيرت حب ليكي. للأسف أول ريح مرت على حبنا ما قدرتش تواجهها. ما لو مرت علينا عاصفة كنت هتعمل إيه بقى؟ أنا محتاجة راجل يقف جنبي. على إذنك. مصدقه انك بتحبني للدرجات دي. انا خلاص يا حاتم عقلت وبقيت تحت امرك. نتجوز من بكره. لا النهارده دلوقتي لو عايز هعيش في الحاره في اوضه مامتك. بقيتش عايزه من الدنيا حاجه غيرك. ناديه اللي عملته ده مش سببه الحب ده واجب. أختك ووالدتك عزلهم من الحرب وده العنوان الجديد. مع السلامة.